بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ مساعد دكتور أشرف محمد علي. بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة الإلكترونيكس إنجينيرينج، وكنا توقفنا في المحاضرة اللي فاتت عند الجزئية بتاعت الريجوليتد دي سي باور سبلاي. في نوعين من أنواع الريجوليتد دي سي باور سبلاي. احنا بنتكلم على نوعين من أنواع الفولتج ريجوليتورز المستخدمين فيهم. ففي عندي نوع اسمه السيريس ريجوليتور، وفي نوع تاني اسمه الشنط ريجوليتور. تعال نشوف شكلهم كده. ادي السيريس ريجوليتور بيبقى بهذا الشكل اللي قدامي، في سيريس هنا ريجوليتور، وهنا اللود بتاعك او الحمل بتاعك. بعد كده عندنا الجزء التاني اللي هو الشنط ريجوليتور، في مقاومة اللي هي بتبقى موجودة اسمها الار اس، وفي عندي هنا الشنط اللي هو البارلل ريجوليتور، وهنا عندي الحمل بتاعي. تعال نشوف كده. نتكلم الاول على السيريس فولتج ريجوليتور. مثال عليه اهو. از ويل نون وين ازينر دايود، لما بيكون الزينر دايود بيعمل في البريك داون او في الزينر ريجون. احنا عارفين ان الزينر دايود عشان يشتغل لازم شغله يبقى فين، في الجزئيه بتاعت البريك داون او في الزينر ريجون. الاوتبوت فولتج بتاعه بيستاي كونستانت، بيفضل كونستانت فور ا لارج كارنت تشينج ثرو ات، يعني للتغيرات المختلفه من التيار هو بيفضل ايه، بيفضل ثابت كما ايه، كما هو. تمام كده. السيركت شوز زينر فولتج ريجوليتور، هنا زي ما هو قدامي بتستكمل. طول ما الفي ان از هاير ذان، طول ما الانبوت فولتج ده اعلى من الزينر دايود اللي في زينر، الزينر بيوبريت في البريك داون فولتج. يعني طول ما عندي الفي انبوت اعلى بكتير من الفي زينر، يبقى بنقول ان الزينر ده بيوبريت في البريك داون فولتج. تمام كده. طيب ده بيعمل ايه؟ بيحافظ على كونستانت فولتج اكروس ذا لود بغض النظر عن اي فاريشن. يعني شايفين اللود ده احنا عاملينه فاريبل ريزيستنس، فاي فاريبل في الريزيستنس، يعني الريزيستنس مهما بتتغير ما بيعمليش حاجه في الايه، في الاوتبوت ايه فولتج بتاعي، بيبقى كما هو كونستانت. بيحافظ على الثبوت بتاع الفولتج بتاعي. بعد كده السيريس ليميتنج ريزيستنس، عندي هنا في سيريس ريزيستنس هنا متوصل على التوالي، بتليمت الانبوت كارنت بتاع الزينر دايود. يعني هي بتعمل ليميتيشن للانبوت كارنت بتاع الزينر دايود، بتخليه محدود اللي هو دخل التيار بتاعي على الزينر دايود، عشان ما يحصلش حرق، ما يتحرقش، او ما يحصلش فيه ايه، مشكله. تمام كده. بعد كده الاوبريشنز بتاعه، برضو بنوضح الاوبريشنز. هنا عندك زي ما شايفين قدامنا في الشكل اللي قدامي، الزينر دايود بيمنتين، برضو بنكرر، بيمنتين اكونستانت فولتج، بيحتفظ بكونستانت فولتج اكروس ذا لود بغض النظر عن التغير في اللود، او بغض النظر عن الانبوت اي سي لاين فاريشنز، اي تغير في الاي سي. لما اللود كارنت بيزيد، يبقى هنا عندي بقى اللود كارنت دوت، لما بيزيد الزينر كارنت بيقل، لذلك الكرنت خلال الار اس بيفضل ايه، كونستانت. طالما الكرنت خلال الار اس ده بيفضل كونستانت، ده بيحاول يحافظ لي على الايه، الفولت بتاعي. اس الفي اوت بوت بتساوي الفي انبوت ناقص الاي في الار اس. احنا عندنا ان الفي اوت بيساوي الفي انبوت ناقص الاي في الار اس، اللي هو الفولت عند الاوت بوت، عباره عن الفي انبوت ناقص التيار اللي ماشي في المقاومه في قيمه المقاومه. والاي بتاعتي بتبقى كونستانت نتيجة ان انا ثبتت الاي بتاعتي لما نتيجة وجود الزينر دايود بتاعي، لذلك الاوتبوت فولتج بتاعي بيبقى ثابت. يبقى هو التيار بيبقى ثابت، فبينتج عنه ان الايه، الفولت في الاوتبوت بيفضل ثابت نتيجة ان الفي انبوت، ثبوت الفي انبوت اللي داخل بتاع الدي سي والار اس ايه، ثابت. فيبقى بالتالي الاثنين بتوعي ايه، ثابتين. تعال نكمل برضو في تكمله للاوبريشن. السيركت كوركت ذا تشينجز ان الفي انبوت، لما الفي انبوت بقى بتزيد، لما الفي انبوت بتاعتي بتزيد، مور كارنت بيسري في الزينر دايود، تيار كبير بيروح للايه، للزينر دايود، فالفولتج دروب، يبقى الفولت حوالين الار اس بتزيد. تمام. ذا اوتبوت فولتج برضو ريمين ايه، ريمين كونستانت عندي.
يبقى من الاوبريشن بتاع الزينر فولتج ريجوليتور من الواضح ان هي بتريجوليت الاوتبوت فولتج ان هو يبقى كونستانت بغض النظر عن الانبوت فولتج بيزيد او بيتغير او اللود فاريشنز بيتغير. يعني وصفناها سواء الفي انبوت بتتغير او اللود الفاريشنز بتاعك بيتغير، بيحتفظ الفولت اوتبوت بتاعي بالقيمه بتاعته. تعال نكمل. طب ايه الدروباكس، ايه العيوب بتاعت هذا الموضوع؟ هي ليها لو افيشنسي، يعني كفاءه قليله لو في هيفلي لود كارنت. لو الكارنت بتاعك زياده قوي از اف ذا لود كارنت از لارج، هيبقى زير ويل بي كونسيدرابل باور لوس، هيبقى اللوسز في الباور في الار اس عالي جدا. والاوتبوت فولتج بردك سلايتلي تشينج ديو تو ذا زينر امبيدنس. طبعا في عندنا في امبيدنس في الزينر، في امبيدنس خاص بالزينر بتاعي، فالمفروض ان الفولت بتاعك بتاعي بيبقى في زينر زائد اي زينر في الزد زينر. لما درست الزينر دايود بالتفصيل كان في مقاومه للزينر او امبيدنس للزينر، فالاوتبوت فولتج بيتغير نتيجه الايه المقاومه اللي موجوده داخل الايه الزينر بتاعي. فده من ضمن الايه الدروباكس، يبقى اللي هي اللو افيشنسي نتيجه الهيفلي لود كارنت، والحاجه الثانيه ان الاوتبوت فولتجز بيتغير سلايتلي تشينجز نتيجه الزينر امبيدنس. تمام كده. طبعا عشان الكونديشنز فور بروبر اوبريشنز عشان يعمل بشكل كويس او شكل مظبوط، في بعض الكونديشن الشروط الزينر دايود لازم يعمل في البريك داون ريجون. تاني حاجه ان الزينر دايود شودنت اكزيد ما يزيدش عن الماكسيمم باور ديسيبيشن عشان ما يحصلش ايه ديسترويد، ما يحصلش ان هو يتحرق او ما نحو ذلك. لو الماكسيمم باور بتاع الزينر از بي ماكسيمم اند اتس فولتج از في زينر، لذلك بقى بنجيب الاي زد ماكسيمم ممكن ان احنا نحسبها ازاي، كان بي كالكوليتد، نقدر ان احنا نحسب الاي زد ايه ماكسيمم من البي ماكسيمم على الفي في زينر، يقدر يحسب لي الاي زد ماكسيمم. وبيقول لك ذير از مينيمم ريزيستنس، يعني في ريزيستنس اقل قيمه للريزيستنس عشان تضمن ان الزينر يبقى شغال في البريك داون فولتج. تعال بقى بعد كده نشوف مجموعه من الاكزامبلز على هذا الكلام، فخليكم معانا. بنستكمل المحاضره بتاعتنا من خلال الاكزامبل اللي قدامنا. اكزامبل 1 بيقول لك الفيجر اللي قدامك ده بيوضح زينر ريجوليتور عايز يحسب الكرنت خلال السيريس ريزيستنس الار اس، والمينيمم والماكسيمم لود كرنت والمينيمم والماكسيمم زينر كرنت. يعني التيار اللي ماشي في اللود اقل تيار واعلى تيار، ونفس الحكايه بالنسبه للزينر المينيمم والماكسيمم زينر كرنت. وعايزين كومنت تعليق على الايه النتائج بتاعتك. اول حاجه سهله قوي، نجيب الاي الاي بتاعتنا اللي ماشيه في السيريس ريزيستنس عباره عن فرق الجهد اللي هو في ان ناقص الفي اوت اللي هي 24 ناقص ال 12 فولت مقسوم على 160 اوم، يديني 12 على 160 اوم يطلع ب 75 ملي امبير. الجزئيه رقم دبل اي المينيمم لود كارنت بيحدث امتى؟ لما الار ال تروح لما لا نهايه. احنا عارفين العلاقه عكسيه ما بين الكرنت وما بين الريزيستنس، فالريزيستنس ما بتبقى عاليه قوي رايحه لما لا نهايه، فبالتالي الاي ال بيبقى مينيمم، هتلاقي ان الاي ال بتبقى 0 امبير، كان عندي الار ال ده كان اوبن سيركت لما بحط المقاومه بما لا نهايه. بعد كده الماكسيمم لود كرنت، طب انا عايز بقى الماكسيمم لود كرنت بنجيبه ازاي؟ لما الار ال بتكون ب 200، هو كاتب لي من 200 اوم لما لا نهايه، يعني اقل قيمه للمقاومه بتاعتي 200، اقل قيمه للمقاومه بتديني اعلى قيمه للتيار. تمام كده. فيبقى الاي ال ماكسيمم عباره عن ايه؟ في اوتبوت على ار ال مينيمم اللي هي ال 12 فولت على ال 200 اوم. انا عندي الفولت الابلايد على المقاومه عباره عن ال 12 فولت اللي هو الفولت الابلايد على الزينر دايت اللي هو ابلايد على المقاومه الار ال، فبالتالي 12 فولت على ال 200 اوم يطلع لي بال 60 ملي امبير. نكمل الاكزامبل بتاعنا. بنقول بقى الاي زد بقى، هو كان عايز الاي زينر، كل اللي تعمله بقى انك بتطرح الاي اس اللي انت كنت جايبها ناقص الاي ال ماكسيموم. ما احنا من كي سي ال، يعني المفروض من كيرشوف كارنت لو، ان التيار التوتال هو الاي اس، فالاي زد بتاعك بيساوي الاي اس ناقص الاي ال،
ماكسيمم اللي هي 75 ناقص ال 60 تديني 15 مللي امبير، وفي نفس الوقت الاي زد ماكسيمم بتساوي الاي اس ناقص الاي ال اللي هي 75 ناقص الزيرو اللي هي 75 مللي امبير. يبقى بالتالي الكارنت اي اس خلال السيريس ريزيستنس ار اس بيبقى كونستانت. لما اللود كارنت بيزيد من 0 تو 60 مللي امبير، لما زاد الزينر كارنت قل من 75 مللي ل 15، حافظ على الاي اس ثابته. This is the normal operation بتاع الزينر ريجوليتور، ان الاي اس والفي اوت بيفضل ثابت بالرغم من التغير في اللود كارنت او السورس فولتج. بنستكمل، في عندك ترانزستور سيريس فولتج ريجوليتور، ده نوع تاني من انواع الريجوليتور اللي هو بيسمى ترانزستور سيريس فولتج ريجوليتور. هذا الريجوليتور This is the transistor zener voltage regulator، بيبقى فيه عندي bipolar transistor متمثل زي ما قدامنا في الشكل. ال unregulated DC supply، طبعا ال DC supply اللي هو unregulated يعني مش عامل عملية regulation، المفروض is feed to the input terminal and the regulated output is taken through the load، يعني بتدخله على هذه الدائرة عشان يعمل لك regulation للفولت بتاعك، تمام كده؟ الزينر دايود اكت از ريفرنس فولتج، الزينر دايود بيعمل كانه زي ريفرنس فولتج، فولتج مرجعي بالنسبه لنا. تعال نكمل. الاوبريشن بيتم ازاي؟ البيز فولتج بتاعي اللي هو البيز اهو اللي انا مشاور عليه ده، البيز بتاع البايبولر ترانزستور بتاع الكيو 1 بيفضل كونستانت باي ذا زينر دايود. فور اكزامبل، لو الزينر دايود ده 8 فولت، الفولت اللي على الزينر 8، البيز فولتج ويل ريمين ابروكسيميتلي 8 فولت. يعني لو الفولت اللي على الزينر ده 8 فولت، يبقى على البايبولر ترانزستور يعني البيز بتاع البايبولر ترانزستور هيكون ايه؟ 8 فولت، وده من الدايره اللي قدامي. طب الفي اوتبوت بقى هتساوي ايه؟ الفي اوتبوت لو انت عملت زي كي في ال، فهتلاقي انها الفي زينر مطروح منها الفي بي اي، دي الفي اوتبوت بتاعتي، جزء الفي بي اي وجزء الفي زينر. الفي بي اي بالماينس، لان الفولت الفي بي اي اللي هو 0.7 فولت مثلا، ويبقى الفي زينر ناقص ال 0.7 فولت اللي هو الحاجه اللي بتبقى الستاندرد بالنسبه لنا في الفي بي اي، وساعات الفي بي اي بيختلف عن ال 0.7 حسب طبيعه الماده اللي متصنع منها البايبولر ترانزستور. تعال نستكمل الاوبريشن. بيقول لك لو الفي اوتبوت ديكريزز، قلت، احنا عايزين نحافظ على الايه؟ الاوتبوت بتاعنا. الفي بي اي بتزيد، لذلك الكيو 1 مور كوندكت، دي بتزود الفي اوتبوت، لذلك يعني النقص اللي حصل في الفي اوتبوت حصل فيه تعويض في زياده الفي بي انكريزز، زياده في الفي بي اي، فنتج عن كده انه احتفظ بالفي اوتبوت بتاعه. طب لو العكس برضه نفس الكلام، يبقى في الفي اوتبوت لما بيزيد الفي بي اي بتقل، ذس كيو 1 ليس كوندكت، ذيس ويل ديكريز الفي اوتبوت، فبتحافظ على الفي اوتبوت كونستانت. يعني في حاله ان الفي اوتبوت بتزيد، وفي حاله ان الفي اوتبوت بتقل. الفي بي اي بتبقى زي الترمومتر اللي بيظبط لك الاداء، بحيث ان هو بيخلي لي ايه؟ بيزيد او بينقص بعمليه عكسيه عن الفي اوتبوت، عشان يحافظ على ان الفي اوتبوت يفضل ثابت. تعالى كده الدروباكس برضو، زي ما شرحنا في الدايره اللي فاتت الدروباكس، نشرح هنا ايه العيوب بتاعت الدايره دي. الاوتبوت مش بالظبط كونستانت، بوث الفي زينر اند في بي اي ار تمبريتشر، بتعتمدوا على التمبريتشر، فنتيجه كده ما بيبقاش ابسولوتلي كونستانت، مش كونستانت بالظبط. طب الحل بتاعها، بنستخدم سيريس فيدباك فولتج ريجوليتور لحل هذه المشكله. تعالى بقى الاكزامبل، اكزامبل رقم 2 اللي هو خاص بالدايره ديت، ترانزستور سيريس فولتج ريجوليتورز. زي ما هو عندي في الدايره، لو الزينر دايود ب 10 فولت والبيتا بتاعتي ب 100 والار ال ب 1000، عايز اللود فولتج واللود كارنت، وبنأسيوم ان الفي بي اي بنص فولت، والزينر اوبريت ان ذا بريك داون ريجون. تعالى نشوف هنعمل ايه في السوليوشن بتاعنا. الاوتبوت فولتج زي ما احنا شايفين، الفي زينر ناقص الفي بي اي، تمام؟ يبقى هنقول 10 ناقص النص اللي هي 9.5. اللود كارنت بتاعنا اللي هو عباره عن الفي اوتبوت على ار ال، يعني الكارنت اللي ماشي في اللود هيبقى الفولت اللي انت جابته الفي اوتبوت مقسوم على الار ال، يبقى 9.5 فولت على ال 1000 اوم يديني 9.5 مللي امبير. اكزامبل تاني، ده سؤال سهل جدا يعني. الاكزامبل التالت بقى، سيريس فولتج ريجوليتور از ريكوايرد تو سبلاي ا كارنت اوف 1 امبير ات ا كونستانت فولتج اوف 6 فولت. لو السبلاي فولتج بتاعي 10 فولت والزينر اوبريتس في البريك داون ريجون، بيقول لك صمم دايره، اسيوم ان البيتا بتاعتك بتساوي 50 والفي بي اي بتاعتك بتساوي نص فولت، اند المينيمم زينر كارنت 10 مللي امبير.
طبعا الديزاين ستيبس بتريكواير ايه، ان انت تحدد الزينر بريك داون فولتج بتاعك والكرنت ليميتيشن ار اس بتاعتك. فالفيجر هنا بيوضح الديزايرد سيركت اوف سيريس فولتج ريجوليتور. تعال نشوف بقى في بقيه الاكزامبل دوت. الزينر بريك داون فولتج عندك بنقول اول حاجه احنا عارفين ان الكوليكتور اميتر هو مديهالي بواحد امبير. البيز بجيبه ازاي؟ الاي بيز بتساوي الاي كوليكتور على البيتا، فالاي كوليكتور بواحد امبير مقسومة على الخمسين تديني 20 ملي امبير. فالاوتبوت فولتج بتاعي اللي هو بيساوي الفي زينر برضو اهم المعادله اللي احنا كنا قلناها قبل كده ناقص الفي بي اي. فالفي اوتبوت ال 6 فولت اللي عندي بتساوي الفي زينر ناقص النص فولت، يبقى الفي زينر بتساوي 6 زائد نص اللي هي 6 ونص. يبقى الزينر دايت اوف بريك داون فولتج بيكون 6.5 فولت از ريكوايرد. يبقى ده الفولت اللي انا ريكوايرد عشان امنتين ان الاوتبوت فولتج يفضل ثابت. طب الفاليو الريزيستنس حوالين الار اس اهي في. طب الار اس عباره عن ايه؟ فرق الجهد ما بين الفي انبوت والفي زينر، دول لما نطرحهم من بعض نجيب الجهد على الار اس اللي هي 10 ناقص 6.5 اللي هي 3.5. الجزئيه بقى الاخيره اللي هي الار اس هي بس مش واضحه، بس نازله تحت شويه معلش. فهي المفروض ان هي تبقى الفولت اللي هي 3.5 فولت مقسوم على التيار اللي عندي اللي هي هتطلع المقاومه بتاعتي اللي هي الار اس. الفولت اكروس الار اس مقسوم على التيار اللي احنا كنا حسبنا الاي بيز ناقص التيار اللي ماشي في الايه الزينر، يبقى نقدر نجيب منها اللي هو 3.5 على فرق التيارين من بعض تطلع معايا ب 117 اوم. يبقى انا بقسم ال 3.5 على فرق التيارات، التيار اللي ماشي في البيز والتيار اللي ماشي في الزينر دايود، بطرحهم من ايه؟ من بعض. تمام؟ يطلع 3.5 على فرق التيارات دي بالملي بالملي امبير تطلع ب 117 اوم. وبكده تبقى انتهينا من المحاضره بتاعتنا، يعني اتكلمنا فيها على النوع معين من انواع الريجوليتد دي سي باور سبلاي. ادينا نوعين وعملنا عليهم من خلالهم على ادينا 3 اكزامبلز. فطبعا نهتم بالمسائل دي ونهتم ازاي الاوبريشن بتاع كل دايره بيتم، والمسائل اللي كانت موجوده في الفيديو دي نحاول ان احنا نحلها تاني بايدينا. وربنا يوفقكم واشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.